السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ممكن نرسم الرامب بان انا اجي استخدم اداة رامب اللي هنا، او ان انا اقول له انا عايز ارسم فلور واختار الفلور وابدا ارسم الرامب وعلى الارتفاع. ممكن اقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس واقول له اختار لي الفلور وهبدا ارسم الرامب من خلال سويبت بليند. فهبدا اروح محدد الباص بتاعي بالشكل دوت اهو، تمام. طيب انا عايز ارسم رمب بالشكل دوت على اف قوس مثلا اهو، ده هيبقى الرمب بتاعي. طيب هقول له موافق، ده الشكل الرمب بتاعي. هبدا ارسم حاجه هنا وابدا ارسم حاجه ثانيه، بقول له سيلكت بروفايل 1 واقول له انا عايز ابدا ارسم على البروفايل. اقول له انا عايز اجي ارسم على البروفايل اهوت، ارسم مثلا المربع بتاعي بالشكل دوت اهو، تمام. وتقول له موافق، وبعد كده تروح للبروفايل 2 وتقول له انا عايز ارسم البروفايل بتاعي برضو بنفس المقاس نفس كل حاجه اهوت، تمام. وبعد كده هتقول له انا عايز اخليه ده يبقى يغير الارتفاع بتاعه بالشكل ده، وتقول له موافق موافق، فيبدأ هو يرسم لك الرامب بتاعك بالشكل ده.